واحدة بقى من اللافتات المميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي انه اختار الهوية المصرية القديمة عشان تكون عنوان للمعرض في نسخته ال 55، وده ظهر في اكتر من ملمح، ابرزها مثلا بوستر المعرض اللي بيكمل طبعا السنة دي الرؤية اللي بدأت السنين اللي فاتت باختيار احد اوجه الهوية المصرية عشان تكون عنوان للمعرض السنة دي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور اشرف رضا، استاذ الفنون الجميلة ومصمم بوستر المعرض. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا فندم. تسلم ايدك يا دكتور. بوستر متميز ومبهج وشبهنا، شبه المصريين. اشكرك جدا. هو الحقيقه يعني كل سنه بيبقى فيه يعني مذاكره جديده ودراسات جديده علشان نطلع الهويه البصريه الخاصه بكل دوره عشان تبقى مختلفة عن اللي تسبقها. يعني السنة دي علشان اللجنة العليا في معرض في هيئة الكتاب اختارت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة، الحقيقة هو ده كان يعني لابد من ترجمته بصريا، عشان كده روحنا كان لازم يبقى فيه روح الفن المصري القديم اللي دمجناه أيضا مع الخط العربي. ويمكن حضرتك لو شفتم البوستر هتلاقي ان البطل عندنا هي المعبودة سيشات. سيشات دي آلهة الإله الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة، وهي واقفة يعني ده طبعا نحت بارز من احد جدران معابدنا العظيمة في مصر، وهي واقفة بتدون بالقلم على شقوق جريد النخيل بتسجل مرور الوقت. سيشات طبعا ارتبط اسمها في مجالات كتيرة زي علم الفلك والمعمار والبناء والرياضيات، علشان كده هتلاقي على رأسها العلامة أو الرمز اللي هو بسبع أفرع سباعي الأذرع، يعني على بيمثل كل الاتجاهات اللي هي كانت بتبحث فيها كلها يعني مرتبطة بالتدوين والكتابة وكده. سيشات لها فضل كبير في الكتابة المصرية القديمة. عظيم الموضوع. زي ما حضرتك قلت ان لازم يكون في دراسة قبلها، ده معناه ان احنا الاول بنشوف الشعار بتاع النسخة الحالية وعلى اساسها بنعمل بوستر. بالظبط كده، بنبتدي نترجمه بصريا ازاي عشان مش بس يبقى شكله حلو او متوافق، كمان تصميمه حلو، لازم مضمونه ايضا يكون بيدي رسائل يعني. ويمكن عندنا كمان ركزنا في منتصف البوستر، او في البوستر هو بيطلع منه بعد كده كل الهويه البصريه اللي بنشوفها جوه المعرض، من واجهات، من جدران، من لافتات الأجنحة، من يعني بتخش في التصميم الداخلي أيضا للقاع. كل هذه التيمة اللي طالعة من تصميم البوستر للهوية البصرية. يعني شعار الدولة برضو حطيناها جوه الخرطوش علشان وفوقيه رقم 55. احنا الدورة 55 اللي هي يعني معرض القاهرة ده أقدم معرض في المنطقة العربية. صحيح. الحمد لله يعني. طيب دكتور، لما بنيجي نبص على شكل البوستر وعلى شكل الشعار، الفكرة ما بين الدمج ما بين الخط العربي اللي موجود ومتميز وظاهر والشكل المصري القديم أو الآلهة المصرية القديمة، الفكرة كلها بتأكد على إيه؟ يعني الهدف من ده إن احنا بنأكد على إيه؟ مصر مختلفة ومتطورة وعندنا أكتر من حضارة في نفس الوقت؟ طبعا ده صحيح يا من، لان يعني احنا برضو للمره الاولى يمكن دمجين المصري القديم مع فن الخط العربي اللي هو يعني عماد الفن المصري او الفن العربي، وده بيأكد تعدد الحضارات اللي عندنا في مصر. مصر مش فرعوني بس او مش مصري قديم بس، مصري قديم وجريك رومان وقبطي واسلامي وعربي وغير الحضارات المحلية اللي جوه، علشان كده هي يعني قوة مصر الثقافية وبعها الطويل فيها تعدد الحضارات. كل ما بنقدر نظهر كل ده أو نترجمه في تصميم نعلم به أجيال جديدة أو الشباب والأطفال والمستقبل، يعني
لازم بنعمله يعني. حتى يمكن الخلفيه حضرتك تشوفيها وان كانت تبدو وكانها زي البرديات او الجداريات، لكن عليها ايضا دمج بتكرار كده يعني ايقاع متكرر للسلوجان او لشعار الدوره دي، نصنع المعرفه ونصون الكلمه. تمام اكيد. طيب دكتور، هل شخصيه المعرض بتؤثر على البوستر؟ ده مؤكد طبعا. يعني يمكن انت حضرتك شفت كمان عندنا شخصيه المعرض السنه دي سليم حسن. سليم حسن يعني ده احد اعلام علم الاثار طبعا في مصر، وصاحب موسوعه مصر القديمه كانت 18 جزء وعديد من الدراسات الرائده في مجال الاثار يعني. فحتى يبقى لابد ان يكون مرتبط حتى بهذه التيمة. وشخصيه معرض الطفل طبعا المرحوم يعقوب الشاروني اللي فقدناه السنه دي، وهو احد رواد ادب الاطفال في مصر والعالم العربي وضيف الشرف دوله النرويج. الخليط ده بيبقى صعب جدا انه تقدر ان انت تعبر عنه مفرداته يعني، لكن في المجمل لازم بتطلع التيمة او بيطلع الهوية البصرية العامة تعبر عن النسخة كلها معبرة وماتشنج على كل الموضوع مع بعضه يعني. وده اللي احنا بنحاول دايما نأكد عليه يعني، علشان ممكن يترجم بصريا بدون ما تقعد تحكي فيه يعني. طيب وجود البوستر واختلاف البوستر من سنة لسنة، وفي نفس الوقت بيكون بيركز على نفس التيمة الخاصة بالهوية المصرية، ولكن اختلافه كل سنة، بيبقى الشكل ماشي ازاي او الترتيب ماشي ازاي، الاتفاق بيكون ماشي ازاي؟ لا هو على حسب يعني، في اللجنة العليا في هيئة الكتاب، الهيئة العليا للمعرض، بيبقى في مقترحات كتير لشعار وبيبتدوا يتوجهوا لحاجة معينة. احنا بقى بناخدها بعد كده ونبدأ ايه ان احنا نترجم بصريا هذا المعنى، او نشوف ايه اللي بيتماشى معاه يعني. يمكن خلال الخمس سنين اللي فاتوا شفنا كل سنة اتجاه روح واحدة، ولكن اتجاه تصميمي مختلف، بحضارات مختلفة، بشعارات مختلفة، لكن بيجمعهم كلهم في الآخر الروح المصري وروح الحضارة، الحضارات المصرية، وبيجمعهم طبعا حاجات ثوابت ابتدينا ان احنا نثبتها زي اسم المعرض بالخط الثلث المملوكي، زي حاجات كده يعني عناصر وشعار للمعرض و لوجو يعني او علامة يعني. لكن في الآخر طبعا كل سنة ليها روحها، وكل سنة ليها شكلها، وكل سنة ليها تصميم مختلف، عشان يبقوا إيه زي سلسلة يعني أو سيريال. الكلام ده طبعا بيحفظ للأجيال اللي جاية للإطلاع وللدارسين أنا بدعو كل طلاب الجامعات وطلاب المدارس إن هم لازم يزوروا المعرض السنة دي. كمان في توسع في العارضين والناشرين، وفي اعداد كبيره جدا، المساحات الكبيره اللي في قاعه المعارض، قاعه مصر المعارض، الاطفال الاسر ليهم مكان، والاطفال ليهم قاعه لكتب الاطفال والعاب الاطفال وثقافه الطفل. يعني الموضوع كبير جدا، وخاصه انه متزامن مع اجازه نص السنه، فيعني بعتقد ان ده هيبقى نشاط رئيسي. فرصه طبعا مهمه دكتور طبعا. طيب ازاي بقى ازاي البوستر يا فندم بالخط المستخدم بالشعار بشخصيه المعرض، ازاي ده كله هذه التوليفه ممكن تنعكس على جمهور المعرض خاصه الشباب والاطفال؟ هو ده يعني دايما بيثبت لنا تزاوج الشكل والمضمون مع بعض. يعني ازاي الشكل لما يعجبك تركز فيه، فمضمونه يؤثر على مشاعرك، او يعني يرتبط بصريا معاك داخليا يعني. فانا يعني دايما بنحسبها او بندرسها، ازاي لما اشوف هذا التصميم اكتر من مره ابتدي انا بليف او اعتقد فيه يعني، او اؤمن بالعناصر اللي فيه وتؤثر عليا.
فطبعا كل ما بنشتغل من موروثاتنا القديمة أو الحضارات المصرية المتعددة، كل ده ما بيثبت جوه الإنسان أو جوه الشباب أو جوه الأطفال الحتة بتاعت الانتماء لهذه الحضارات والانتماء لهذا الوطن ولهذا البلد وحب الثراء الثقافي اللي احنا عايشين فيه في مصر دايما يعني. كل الشكر ليك الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة ومصمم بوستر معرض الكتاب، شكرا جزيلا لحضرتك.